محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار الخدمية المهمة، أبرزها وصول وتشغيل مياه الري لأراضي مزرعة الوادي الأسيوطي، كمان افتتاح مشروع الهوية البصرية أعلى خزان أسوان. كمان معانا في جامعة جنوب الوادي خفضت رسوم الكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية، و 4870 مستفيد من الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية في محافظة الإسماعيلية. أخبار تانية في محافظات متعددة هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة أسيوط أكدت وصول وتشغيل مياه الري لأراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة اللي بتقع بالظهير الصحراوي بمساحة تصل ل 750 فدان، من أجل تعظيم الاستفادة منها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم التنسيق مع مديرية الزراعة لاختيار أنسب الزراعات وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين. افتتحت محافظة أسوان مشروع الهوية البصرية تحت مسمى رمز النيل، اللي تم تنفيذه أعلى خزان مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة، وتم تنفيذها على ارتفاع يصل لنحو 50 متر، ليكون بمثابة لوحة فنية تعكس أهمية المياه في حياة الإنسان وتقدمه وحضرته، وتشير إلى ضرورة الحفاظ عليه. قررت جامعة جنوب الوادي تخفيض رسوم مقابل الكشف الطبي للطلاب والطالبات بالمدن الجامعية من 250 جنيه ل 175 جنيه لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور، كما حددت مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات الجامعة بالمدن الجامعية اعتباراً من اليوم السبت 28 سبتمبر حتى الخميس 3 أكتوبر. أكدت مديرية الصحة بالإسماعيلية إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، قدمت خدماتها لحوالي 4870 مستفيدة خلال مرحلتيها في الفترة من 15 وحتى 26 سبتمبر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة. شهدت محافظة كفر الشيخ تسليم 1000 شنطة سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان، وده بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي. أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية تخصيص مستشفى الجراحات المتخصصة في شبين الكوم لتنفيذ عمليات مكثفة للعظام خاصة المفاصل الصناعية، وبيتم حالياً تخصيص 3 مستشفيات أخرى لعمليات العظام لإنهاء قوائم الانتظار في عمليات العظام على مستوى المحافظة. بيستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت 150 رحلة طيران دولية تصل من السبت حتى الجمعة المقبلة، على أن يتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق للاستمتاع بأجازتهم. أكدت مديرية الصحة ببني سويف بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز أهناسيا من 9 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان والعظام، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1873 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. تزينت سماء الأقصر بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي ب 44 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 900 سائح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وانطلقت الرحلات تباعاً من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر في مجموعات مع اللحظات الأولى لشروق الشمس، وهي تقل أعداد السائحين الفرحين بتلك التجربة والمغامرة المميزة بسماء الأقصر.